فياريال، فالنسيا، شاهدنا كيفاش وين الدوري الاسباني الدرجه الاولى الجوله 33 وين كانت وين شفنا ارنولد الذي سجل هدفين، الهدف الاول في الدقيقه العاشره، الهدف الثاني لارنولد في الدقيقه 17، يعني هدفين يعني في ظرف 17 دقيقه. نقولوا باللي في ظرف 17 دقيقه وين يعني الشوط الاول وين شاهدنا ليفربول، يعني وين شاهدنا عيسى مادي كان اساسي، شاهدنا رولي في الحراسه تاع ليفربول، بيرابس راؤول يعني خون، شنا عيسى مالدي ايطان، شنا دانييل، شنا مانو، شنا كيفاش وين بينو، شنا ارلوند مسجل هدفين، دخول سامويل يعني في الدقيقه 46 تغيير واحد فقط، شنا ياسبير في الحراسه تاع فالونسيا، تيري، شنا خيسوس، فاسكيز يعني وين كريستيان، روبن، اري، شنا كيفاش كارلوس اللي خرج في الدقيقه 55، اروس كذلك، يونس، موسى، شنا ماركوس، شنا كوستا يعني وين خوسي لويس غايا في الدقيقة 55، شنا إيلاكس يعني وين نقولوا إيلاكس، شنا دينيس يعني وين دخلوا في الشوط الثاني لكن بدون جدوى أمام قوة فياريال، شنا إيميري اللي دخل بخطة 4-4-1-1، شنا كيفاش بيبي المدرب تاع فالونسيا اللي دخل بخطة 3-5-1-1، يعني كانت المباراة 56% نسبة الاستحواذ لفياريال، فالونسيا 44%، 301 تمريرة لفالونسيا، 406 تمريرات لفياريال، يعني مباراة كانت في صالح، يعني كانت في صالح فياريال، يعني مباراة كانت قوية، مباراة يعني شاهدنا نقولوا بلي شاهدنا أهداف، شاهدنا يعني كل شيء في هذه المباراة، نقولوا بلي المباراة اللي تلعبت يعني في الشوط الأول، يعني بالأهداف تلعبت فياريال فالونسيا، يعني وين شاهدنا كيفاش المهم عيسى ماندي يلعب مباراة كاملة. هذه هي الجولة 33 فياريال يفوز على فالونسيا في الدوري الإسباني الدرجة الأولى. سعيد.